موضوع ولا موضوع طويل ضيا وقصة يا رجل، ماش فهمنا كيف قصدي. 14 ساعة جوا أقل حاجة، هذه أقل حاجة 14 ساعة. باش بدير الله غالب، ما عندناش حل يعني، ضروري ما يديرونا حل في البلاد هيا، ما فيش حل. أما هنا قرجة أقل حاجة، قرجة أقل حاجة هلب لأنه يهرب ضي بدير ولا الموضوع ضيا. إن شاء الله ربي يستر. أكيد كل مشاكل ليبيا كلها مفتعلة، معناش ولا مشكلة طبيعية واحدة، مشاكلنا كلها مفتعلة وما تنحلش. ما علاش هذيك هي مفتعلة؟ واحد بيدير مشكلة تقول علاش درتها، أكيد عنده مصلحة فيها. والله يهرب أربع ساعات، حوالي أربعة خمسة ثلاثة، أي في يامات يهرب 14، لكن توا مؤخرا هيك أربع ساعات خمس ساعات ثلاث ساعات ممكن. عادي فيش مشاكل، لا ما نحملهمش، ما شنو عندهم يديروا مساكين، ولا حول ولا قوة.